الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى أدوم ديسة وأدقة كتابك وحقوصه دجيي إنه أدوم ديسة وحي دب أقدقه وحي دبات إيمان كرتا إنه أقدقه وحي مصلحة يدن أنا إنه تصاليه وهو تصه وهو كو إرشاديه. الله تبارك وتعالى حيالها وينو قد جاي الدنبية ذا وين كم ذا ولب الدنبية كلو وين نكسر دشان وحكم ذا إن آمن كن نقطة إلهي مكر جيس تبارك وتعالى إن أتسلقته أم أذهل مانته الله تبارك وتعالى هي مكر جيس يدقرتيس. الله تبارك وتعالى سيدو القرآن كي نقول شيء الدوم هذا قار كم ذا وحكول الرقم سنة الاستدراج وأسية الدارية عفيمات بالسية حلال السية وحربي بالسية الدون كان لقوف صحة ويتمشلين ويسبقيا ويسلمامي مروا لحظة مريو أيال قبنا يا سك هذا. الله تبارك وتعالى سنة النوع عاسى عدد النوع عاسى مركو الضوم هذا قار كم إذا كل رقم يوم إن بدنا كم إذا ما فهم كران من هلي كران إلهي السنة دي سا استدراج كا سيد رب القرآن كي نقول شيء جاي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ما يقرن يا سقوا حيلته إنسان لو جعليه وحيلته إنه سيدا كفي عيه وإسلق ميه لكن ولو مقيه من حيث لا يعلم كيد كإله يدقرتي سنة وأذكتها وعد كباق سنكرت أما كفا كنكرت مجرت. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا يا كعرر كرة يا كفا كنكرة يا إسكعل كرة يا مجر وقوة مطلقة وأود أن حدود لهين وأود أن حدود لهين سيداس درادد باوحا واجب أه عد كستو ربك الرميسن إن أمر والبعب سيقبه هاي الله تبارك وتعالى وكو مغين وانكو أركا يا وكو لصعدة مرصاد عميلو كو جرا وكو لصعدة دقاقا يدقنكا يساو تصرفيس يفكركا يقلبكا يوعد سمينيس والله قدال عنايا مركي ملح لغول ربنا ولغو داتشنا يا داقصو عن عب تصرف صعو مال بلغو قصو غيا حل بلغو قصو غيا ماشا مركات سو قادنا إلهي تبارك وتعالى وكو قبنا يا إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته بنبي صلى الله عليه وسلم ظالم كإلهي وأسو كل ما سو بوضو إلهي وحكم إذا الصفات كيس الصفات اللي إذا هذا حلمك الدلقاتك والدلقات بدية حدوسا دلقات كاسي إلهي أوصل لها الله إن الضومضا يوحر مرهر وبربرين لها مرهر الله رمين لها ما يستاهل إن يدونك قرق زجوغا لكن إلهي والدلقات بدية تبارك وتعالى دلقات كيس وحكم إذا أذيق أو حمان قصنايا أو كل حجرة أو حسن ربين ورالك أهين كل حجرة هذا إن لقو داتيو لقو دايو لكن معناه هذا ما هي إن لغو موجي هاي معناه هذا ما هي إن لغو جش علي هاي لكن وحوي ولغو سيتدارين يا ساس درد يدب الله قرآن كريم كائن وجد جي ما لبضنا قرآن كم ذا يا أي ظفر بضن إن آمن كن قلنا إله عقوبة سي عذاب كيسي مكر كيس مؤمن بات هاي إله بعض رمي سنت هاي آخر بعض رمي سنت هاي واحد نعيا أركيسا أدونك يودب قدوم هيا أنت الرجمن إيسا
waxa dhacaya masaa'ibta waxaan adigu arkayay haddana inaad isdhigatood aaminka noqoto ilaahay xuquubadiisa iyo makrigiisa ma ah allah wuxuu yiri tabaaraka wa ta'ala afa amina ahlu alqura an yaatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun magaalooyinka dadka degani ma waxay aaminka noqdeen inuu u yimaado cadaabka nagu bariiso iyagoo hurda iyagoo habeenkii seexseexday oo nabad ku soo seexday oo guryahooda iyo sariirahooda hurda inay cuquubadanadu u timaado ma aamin bay ka yihiin waa maya oo imisa habeennimo la galay imisa ummado habeen la halaagay cidina habeen in gurigiisa lagu galo aaminka ma ah أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أمن سميي كيهن إن عذابك إلهي عقوبتي سؤتما دو ما للنمو يقرار عد أيقو عياريا أيقو تمشلينيا أيقو عنيو عبيا أيقو السوقيض عمريهن أيقو كسبنيا إن إلهي عذابك سوئي ما دم آمن بيكيهين وميا لحظة ذا توكتيد مساجد كنحفر لضه إلهي عقوبة ذي عذابك سوئكوها بسنكرة أي لحظة البرقسي كستمعرض بعض الطاح هبين هالنقطة مالين هالنقطة مركز ربي وحرس تبارك وتعالى أفأمنوا مكر الله ما إلهي مكر جيسي نغرتي سي آمن كالنقطة إنه إسلكتين إلهي مكرجيس آمن كما نقضوا اسم الدكتو إلا إد خسارتي مويه هذا أردت الروح إلهي بكبقين ومكرجيسية نقرتيس آمن كو اسم الدكتو واندنك لهاي شكي وحسن كتشن القرآن كوين روشك إنو خسارتي لأن إلهي تبارك وتعالى ميشو كوة ذات قرن مربح دو أدوان كبقذين تكتغو إسئلالين تكتغو الدنيا ذا كفكضو شكي ملها meel gaaban ayaa la qaban doona asagoon is ogeyn oo is halmaansan meeshaas lagu wadaa marka waa khasaare marka ayad kale rabbi wuxuu leeyahay tabaaraka wa taala afa amina alladina makaru sayiat ma aamin bay ka yihiin kuwa dambiyada samaynaya xumaanta ku kacaya ma aamin bay ka yihiin an yakhsif allahu bihim alarda inu ilahi dhulka la gooyo dulkan aad dambiga ku sameeyneyso ilaahay baa iska leh ilaahay ciidamadiisu kamid yahay haduu buqcada aad xumaanta ku sameeyneyso alla amar siiyo oo yidhaahdo qabo way ku qaban way kula go'i sida ilaahay tabaaraka wa tacaala ummada kamidaba dhulka ugu diray oo uu la go'ay dhulka qaarkood uu ilaahay ugu diray oo dhulgarid intuu dhacay dhulku ula go'ay qaar kamida buuraha ilaahay ku fasaxay waxaan arkayso waa ciidamo ilaahay way tabaaraka wa taala badaha iyo dhulalka iyo meel walba makhluuqaadkani waa ciidamo kuu kugu dirana ka adag mid kuu doono ilaahay kugu fasixi kara ma aamin bay ka yihiin in dhulka laga lala gooyo mise cadaabku inuu u yimaado meelayna dareensanayn wayna kuwa fikirinba inuu uga yimaado waxaa laga yaabaa inaad meelaha qaarkood baaqdin ka qabto laakiin waxaa dhici karta إن إلهي عقوبتي سكاغتي ما دم ميل لما فيلانا ميل آدم في لينين سي آدم في لينين وقت آدم في لينين إن يكوتي ما دانا واصور تقال آمين مياد كتا أو يأتيهم العذاب أما عذابك إلهي عقوبته إن يتماده حالة دا أي قد قد دوم يان وأدون كد حدي سكو قد قد دوم يان هذا صفر صعوتا هذا الله دانو تمش ليني ama inuu u yimaado cadaabka ilaahay iyagoo cabsanaya xaalad cabsi iyadoo abuuran tahay oo jirto inuu cadaabka ilaahay u yimaado yaa aaminka idina aaminka ma soo staradeed buu ilaahay dadka mu'miniinta wuxuu ku tilmaamay walladiina hum min cadaabi rabbihim mushfiquun cadaabka ilaahay bay ka baqaan baqdin bay mar walba habeen iyo maalinba ku jirtahay oo qalbigoodu waa baqaya maxaa yeelay inna cadaaba rabbika gayru ma'muun إلهي عذابك سوى مدان مرنا آمن لك أهين عدنا آمن كما عد عذابك إلهي عقوبة سأدوني آخرك آمن كأه وعد إلهي أشيغي
oo waxii loogu sheegay cid kale si kasta u daaca badan yahay u cibaado badan yahay aamin kama aha ilaahay cadaabkiisa iyo cuquubadiisa. ruux kasta waa filan karaa, wallaadhi cidka loo ganay waay, ruux kasta waa filan karaa. saas daraaddeed bay mu'miniintu kuwooda ugu fiican oo ugu daaca badan ay ugu cabsi badnaayeen. saas daraaddeed bay culimmadu noqdeen dadka ilaahay ugu cabsi badan. innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa lana laa axad fii ma'man min cadaabi illaahi wa makrihi. axadna aaminka ma aha, axadna aaminka ma aha. ruuxa aaminka ka cadaabka ilaahay isdhigta ee isagu aan danaynaynin kaa khasaaray waay. maxaa yeelay waxaa bedelaya markaasi ruuxu markuu isdhigto oo uu cadaabka ilaahay aamin ka noqdo oo shaytaan iyo naftu u sheekeeyaan, waxyaalo fara badan baa ka dhasha. waxaa ka dhasha oo dembi weyn iyada lafteeda ah in aad adduunyada israaciso, lanna kulamaa cabsidaadu badato kontaroolkaagii is-ilaalintaada badanaysa. markastoo qafla iyo salmaan kugu dhacana adduunyada kula tegaysoo ku qaadanaysa. waxaa ka mida waxa la yidhaahdo tuulul amal, yididiilo dheer, cimri dheer waad sii noolaan doontaa, waxay ka timaadaa ilaahay makrigiisood aamin ka noqotay. waxaa ka mid ah inaad noloshan shahawaadkeedii iyo dhaldhalaalkeeda wax moodood ku xasisho. ina aladiina laa yarjuuna liqaa'ana, buu alla yidhi tabaaraka watacaala, kuwa aan rajaynayninee ka baqaynin la kulankanaga inuu ilaahay la kulmayo lala xisaabtami doono, la abaalmarin doono. ina aladiina laa yarjuuna liqaa'ana waraduu bilxayaati dunyaa, noloshan adduunyana raalli ku noqdo, ku qancay, waطma'anuu biha, iyadaa ku xasilay. waladiina hum can aayaatina gaafiluun, aayadaha nagana aan moogbu halmaansan waxba aan ka warhaynin. allah wuxuu yidhi tabaaraka watacaala, hoygooda kuwaasi waa naar. adduunyaa kula tegi marka. waxaa ka mid ah daacadii ilaahay iyo waajibaadkii uu ku faray ayaad ka jeedsan ama kula fududaan markaad ilaahay makrigiisa aamin ka noqoto. salaadihii, sakadii, soonkii, xajkii, waajibaadkii ayaa kula fududaanaya, maxaa yeelay baqdintaa kugu yar. waxaa ka mid a dunuubtii ilaahay kaa reebay gelitaankeeda kuu fududaanaya ee inaad qasato. akhiiranna waxaa ka dhalanaya in khaatumo xumo aad ku dhimato oo adigoo ismoog oo xumaantii ku jira oo qasanaya oo ku fogaaday inay taadii kuu timaado marka lagu qabto wa khalaas, markaa waa kuu dhammaatay, meel laga soo noqdo ma jirto, rajo ma jirto. halkaasaa marka waxaa kaaga bilaabanaya ilaahay cadaabkiisii iyo cuquubadiisii maalinka qabriga lagu dhigo. bal naftaba marka lagaa qaadaya adoo lagu dul joogo baa cadaabku kugu bilaabanaya. khasaaro weyn waay. sidaas daraaddeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacaala isagoo inoo naseexaynay ayaa in badan qur-aanka ka mid a in badan qur-aanka waxaa laynoogu sheegayaa war isjira, war is-ilaaliya, war taxadara, war baqdin qaba, war muxuu ahay dadaala, war mar walba inay wax idinku imaan karaan ku talagala. geeridii ku talagal, cadaabka ilaahay ku talagal, cuquubadiisii ku talagal, in lagu imaan karo mar kasta iyo saacad kale talagalkeeda yeelo, tabaabushadeeda iyo diyaar garowgeedana yeelo. sidaasaa rabbigeen inugu waaninaya. dan kale inagama laha tabaaraka wa tacaala, nafcina inuguma qabo tabaaraka wa tacaala, milkigiisana waxba ku kordhin mayno, laakiin addoommadiisiiba inanha wanaag buu inala jecel yahay, khayr buu inala jecel yahay, aakhare iyo jannadiisi iyo naxariista inaan helluu jecel yahay, digniin buu ina siinayaayo waxa soo socdu inooga digaya, waxa imaan karana waa inugu baraarujinayaa rabbigeen tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka ah nebigiisu inoo keenay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. sidaas daraaddeed kun calaa khawfin wa wajal. allah tabaaraka wa tacaala mu'minka ruuxa laba cabsiyood uma kulmiyo sida nebiga ka sugan sal alay wasalam, laba ammaanna ilaahay addoom kama wada siiyo. ruuxii adduunka ku baqa oo baqdinta ilaahay ay ku badato aakhara baqi maayo, laba cabsiyood laysugu kaa dari maayo, laba ammaanna lagu wada siin maayo. ruuxii adduunka ilaahay cadaabkiisa iyo makrigiisa aamin ka noqda aakharuusan aamin noqonaynin. cabso
si aad cabsida aakhara uga badbaado, isdhigo oo aamin ka noqo si aad bari iyo aakhara cabsidaadu ay u bilaabato ood aafaad iyo ahwaal iyo masaa'ib aad u gasho. صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أيام الصلاة أيام الفلاح، وقد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر.